أوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آداب العلامة إسماعيل القلمبوي مع حاشيتيهما يعني أما آداب أوزانا بايا برزية كناوي إسماعيل خلقي قلمبوي تركب وابي أمال مع حاشيتيها لقل دو حاشية كهي أو آدابية أو حاشيانه كان إحداهما للعلامة ملا عبد الرحمن البينجويني هيك كان هي زاناي قوري كردواري ما عبد الرحمن البينجويني رحمة إخوة إليبيك ما مستعكي أجغار بنا وبانبوة وهروها والثانية للعلامة الشيخ عمر المعروف بابن القرداغي وحاشية دوميان هي زانای ز زانای فرەززان زۆر زانە زانای گەورە، ئوستاد ع ئو عما قوبڵی مامۆستا عمەرکە ناسراوە بە ئیبنون قەرەداغی، بەڕح کوڕی مامۆستامەلا محەممەدەبینی قەرداغی بەوە ئەوەیان پێوتوۆن تتیبەکەش هەرووایە ینی ئەول متنی ئادابەکەیە لە ژێرمەنی ئادابەکەدا، حاشەیەکی لەزەر حاشەکەی پنجێنیە دوای حاشەیە پێنجێنیکە ئەمڕ ئەوەی مامۆستا قەرداغە جا ئێسا ئێمە گەرەکمانە بە حاشەکان بڕۆین ئمەم کتێبە کتێبێکی کەمە حەزەکەم تۆزێک باشتر بخێنی پێشکی ئەمەی قەرداغی ئەخوێنینەوە هەر ئەم مقدمیمی قەرەدایە ئەمڕۆ مقدمیمەکان ئەخێنین قناکەم فەرمی ار دقيقه <applause> فرميت يا رب بسم الله كلوش نرو بسم الله كلسره وحيا يتيج اشي كذا والله الحمد لمن لا معارضه لخطابه يعني هر هرشي سناو ستايشه فيش ببارغاي او كسبيه لا معارضه لخطابه باشا كبرج رواية اغنيه وخطابي او يعني هيك كسجنات واني وتي او ببات دواو خطابي او ببات دواو يعني هيش كزني او ببزيني حالبي يعني بزينريك بو اويكا أو بلن خطا او ببزين لخطابانيه ولا ناقض لحسابه وام جاره هيش كسيغنيه لا معارلة يعني حمد سنا واستعج بو او كسيكا لا ناقض هل وشي نروينيه بو او حسابيك او كردويتي حالبي ولا ام جاره وصلاة على مانع الضلال بسند كتابه وصلاة يعني صلاة يكي بربهرا بنكي له نواتي زاهرا نقر وابي صلاة وات الرحمة يكي مقر بتعزيم. كزور أرزش لسر أو كسبيك أو مانع ضلالة يعني ريقري لقمراهيئك بشي أو كاركا بسند كسنة كبر تيلا كتابة كقرآن لكتاب الله كقرآن كتاب منك حال أو هي كتاب يربو وعلى آله وهل وهال سر آلي أو مانع ضلالة يعني أو صلاة بوسر آلي يعني خانوا بن مالوش وان كوتواني أو مانع ضلالة به كأو آل صفات المتأدبين بآدابه باشا كأذب با يعني بآداب دستوراتي أو من بره آه آه أو مانع ضلالة يعني آدابي أو يانغرتوا يعني واتا دابو نريتو روشتي أو يانغرتوا حال يعني, يعني خوياً خو يانغرتوا متأدبين متأدب يعني خو قرب دابو نريتو خو يانغرتوا باشا بدابو نريتي أو آه مانع ضلالة وأصحابه واروها لسر ياراني او بيه ياراني او مانعي محمد ادري خالص كاواني صفتي انوايا المناظرين كادين ناو نزروا سرنجوا واتن نزر ادن مناظرا بحثا لاثبات مقدمه عجابه ماشا بو اوي ثابت بكن مقدمي مقدمي عجابي او خايبر وردغاره حالبي يعني آه شن

أري أري أما عجاب أري أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا شيء عجاب حاضر لا جاء ما أم أم عجابة أو أنها تنشبكن مناظرين يعني نظر أدا سرنجو بيرو فكري خيان أكن كار بو أوي مقدميك سائس بعد كن كأو مقدمة هي هي عجابي آه هي عجابي خوي جوريا يا أشتكى جي صر صر هي نرى جاء عجابة بريتي بريتيا للتوحيد شو نقول أجعل الآلهة إلها واحدا يعني آية أو أمر بتوحيدك توحيد دياني يعني يعني يك خداي دينة إن هذا يعني أم يك خداي بونك أو الله شيء عجاب شتك عجابة عجاب عجيب فتشوي عجاب صيغة مبالغة عجيب عجيب مثلا صفتي مشبهه ولا ام ابتا اكري او شاف نوع مبالغه تيابي وامانه يعني زور عجائب زور صرف صرف يعني <applause> عليه هيك القران هاتوا هاتو. عجيب ايش معناته القران <applause> اما او وبعد ودواي او ما مشاكل او الفازك بكاري هنا ومثلا خطابي بكارينا هنا ومعارضي بكارينا هنا وناقضي بكارينا هنا ومانعي بكاري هنا وسندي بكارينا هنا مناظر مناظري بكار وإثباتي اثباتي بكار بكار يعني توابي مصطلحات علم اداب نوانا باش يعني او مثلا براعة براعة الاستهلال مهمة مم. وبعد دوايها مؤمانة فيقول المفتقر الى الله الهادي يعني اليد او كاسيك نياز لها مرو يا كوا نيازي هي بكي باشا نيازي هي نيازمند بولاي او خدايي كا ادا كهداية درو حالبي كي او او مفتقر الى الله عمر بن الشيخ محمد امين القرداغي كا اوش ناوي عمر شيخ محمد امين القرداغي شيخ محمد محمد امين القرداغي رزقهم الله خير الكرامة يا أخوة أخوة يا باشترين كرامتي أن وقسمتك الرزق بيان ذاتي وأسكنهما دار المقامة ويا ربي إخوائي قورة هردو كيان ساكنك لدار المقامة كبهشتشني إقامة أبدية <applause> وتيسي شي أعم قولي قولك هذه هذه قالك ما بينوسم فرائد كومل مرواريك باشا مرواريك أشجار جوانا لشي مما أبداه فكر الفاتلو فریفاتی ڕوو لەو شانەیە کە دای هێناوە ئەو شت دا هێناوە چی هێناوە فکری بیری من ئەوبیەی من بیری کولی من وە گڵ چقۆەکە کول بووە تەوازۆ عکایتر حەڵببی بیری کولی من دا هێناوە و ننظرریقاسیری و ئەو لەو ەیەوە نظری من سرنجی من. او سرنجي منك قاصر كواتايو نغا تهيكوي او داي هناوا جا او فرائده دا على رساله الاداب لسر او كتبك لسر آداب كنا ملكي آداب كي للفاضل القلمبوي باشا مم. كالبو او بيا وبرزيه كابا مشهوره نور الله رضيحه يا أخوة اخويا غورا او نورانيكا جاباشا بو هنا وما امانه ولا حالي او فرائدي من نواياكم من هنا دافعه لشبه الألباب باشا دافعة دفع كنندية لا برا بو او شبهاني كدين بردمي اولو الالباب يا بو او شبهاني كاولو الالباب لسر مثلك يعني علماء قورا خاوني لبجيرا كان لزانا كان حالبي لسر قلمبوي آداب قلت يانا يعني شبهه كان من حلي او شبهه ناكم او جاء لقال وهو دافع ام شافيه لمن تامل في الكتاب حيث لا يرتاب فيها الا جاهل انحرف عن سبل الصواب شافيه الشفا بخشى ام فرائد ابنه بو او كسيل كتابك فكري ككتابك قلم ادابه باشا آه بو بوشي شفاي <شون> كواي واي ليك حيث لا يرتاب فيها باشا اه يا آه. بجورك <شون> وكوا ارتيابنا كشكو كومانيكي نبي لو آه بالي بالي لا يرتاب فيها لو ادابتها شنو هو حيا بو جمع مشات حلقي واي ليك لو ولو ادابتها يعني الرساله ادابه شكي نمني إلا جاهل مقر جاهليك حاربنا يعني نفامي كإن حرفا كلا ترازابي كاني صواب وقت صواب يقوم كرتبية أبا تأتواني بجور يقم بزل كتاب قرآن به لمن تأمل في الشافي أبو أو كسيك تأملي لكتاب ده هيك قرآني بيروزة يعني بو معنايا آه لا بما فيري آداب مناظرة ابي مناظرة أكالا سر أو لحول حوش قرآني بيروزا للعياني آه نيرانا ووارد أكره ولي برحال بدور يا زام رانجا هرق إلى كتابك كتابك قلم جاء أمره ها أمره مصنف بروانا يقول الفقير إلى رب العباد القدير يا قديري أو كسي نِيَازْ يازمنده وردقاري باندا يعني بابار وردقاري عبدكان نيازيب أو هيا أو بار كقديرة جاء أم القديرة صفة ربك يا أتواني بخواني توا على الأصل بخواني و على الإتباع بخواني القديري أو أخنا قديرة كان يعني بجر بخواني توا و بخواني توا قطع بخواني توا آخر أيسام القديرة تابعي مجرورة. يا <applause> <applause> ما قانونك مان هي لنحو نحو باشا قانون قطع إتباع. لشونك أجر موصوفك كي يبرن منعوتكا ببي ذكري أو صفة ناس رابية. شو تصفيتك أبويا يعني كا موصوفة كي بيبناس يعني. أجر صفيتكا ببي ذكري. أجر موصوفة كا ببي ذكري صفيتكا شناختها شو دبى. خوي ناس رابي أتواني صفتك قطعك حاربي جاء أجر موصوفك مجرور به قطعك ولا رفع به بداناني بلا نظر قرتني مبداكي محزوف يا بولاي نصب أبي بداناني فعلك بداناني ناصبيه مقدر كدي ناصبي فعلك ليوا وي مقدر بسم الله الرحمن الرحيم إيه مكة مسلمان خدام الناسيوة الله يعني خوشي الله الرحمن الرحيم ما زين الرحمن الرحيم مثلا عربي بس اتواني قطعي كي بالله بسم الله ها مجلودة بالله بسم الله الرحمن وقت يعني هو الرحمن باشا يا بسم الله الرحمن يعني اعني الرحمن او ابو جوره او قطع بكي ولي اجر موصوفه كمان مثلا منصوب به تواني بلا رفع قطعي بلا جرنات واني أجر مرفوع أجبيتهني ولا ينصب، أتنعت واني ولا اه أو يبكي، باشا، آه... نات واني ولا آه... اه أري أجر مرفوع ولا ولا ينصب، أجر منصوب يجرب آه. ولا يرفع، أو بلا أجر نبيه جك إيش كان مكان، ولي أجر مجرور بو، ولا رفع شو، ولا نصب جأت واني قطعي يبكي، جاء سئم لين دا ها خوي أه... بينجوني فنصيتي. بالقطع أو الإتباع باشا يا او كارب كين يا إتباع يا قطع بيخوين رو أجر بقطع ولا ما القدير جا قطع كلا دور وان باشتريه، باشا باشترق لو اتباعي كين شو نقدر إتباع شو بمجرية لا دور وان جكوا قطع ك سجع يعني أجر قطع شكل بمرفوعي بيخوين رو, يعني بمرفوع رو. هرتشن أتواني تبقي قاعدة بمنصوب يش بيخواني عربي ولا مرفوعي لا الفقير الفقير فاعل يقولوا تيجي دي اجر فاعل يقولوا امج الفقير القدير خاني نو تشاتر القديره يا القديري شن يجناك ولا قال او لا على حالك كيا بس قطع كبا شر هيك هيك جوي شنو كاتم مد حكه بجمله بي شنو بيت هو القدير اه وحال زيامت هيك يا رب العبادك لقل يا مد حكاكه تياتي سجعه كيشبوا الراسه كاتو بات حالبي بس كنت قطع باشترى لا اتباع حجم وصلتني عدم تقديرك باشترى له تقديرك اخر باشا <applause> او عدم تقدير لشوينك باشترى آه له تقدير اجر تقديرك لبر نكته جنبي ولي اجر تقدير لبر رعايتي نكته يبين نكتك وني أرزش حياته أو تقديرك خلاف أصل شبوي عن أما شتيكي ترك أيضاً باسي التفاتة التفات شتيكا كالبلاغة بلاغه بتايبدل علمي معانا مترحبي به أويا كمثلا أسلوبي خطاب أقوري يعني أسلوبي كلام أقوري لبيني خطاب غيبته تكلم ده يعني وقت ما منهجك واسلوبك بالخطاب داسبيكروه اي قربوا تكلم اي قربوا غيبته باشا جا ششدانه اذا قال بخطاب ولا خطاب بشي ولا غيبته تكلم باشا امر لا تكلم بشي ولا خطاب ولا و وتشوار هاذي امر بلين لغيبته بشي ولا خطاب تكلم هو ششدانه اللي رد اخوه ما التفات لا يوجد قولي سكاكي بمطلقي التفاتة، في السكاكي في وايا، يا جمهور سكاكي لا التفاتة خلافك يعني هي بينة، خلافك اويا، لا لاي جمهور التفات اويا لا دا باسلوبك تعبيرك الشكلي قرتبه تعبير كرابه باسلوبي. جالو لو اسلوب بجيها شو اسلوبي بعدي ابيت التفات ولا سكاتي على امر راسك انا ما التفاتة طالما من جوري شي هي مثلا شوينكا بيئوي تعبير درابي شوينكا مثلا باسلوبي خطاب اخوا طالما تو خطاب النكر وغيبه البكار هنا شوينكا باسلوبي تكلم اخوا بلام تو لا تكلم استفادة نكرو لا استفادة كردوة. أو شهر شيهر هر التفاتة. جاس لسر راي جمهور اگر بلن ام بسم الله الرحمن الرحيم ام بي بسم الله تعلق بس أبتدي ابتدئوه مثلا يعني مصنف أبتدي ابتدئو بو اگر بلن تعلق بس يبا و او كلامك بشي دا مزراوه بتكلم دا مزراوه امر لرأى شبتا يقول اسك على يقول اما التفاته لسر راي جمهور لا شر التفاته ولا سكاكي لبروي أو اوفراوانترا، آآآ علب أجر سرفا كي كاين لواني كارمن بوانا بياك بسم الله يك، تعلقي بكيو وبستوا يعني أصلا باسي ابتديو هرنا لو ندوين هر هرخوي التفاتة أما، شن أم بياو خوي سكاكا مقام التكلم. مقامك مقام التكلمه، ولي أوتو ولا غيبادي سفاتيكا، بس التفاته. حاضرة. جا يقول الفقير الى رب العباد اها اها قرداغي فرمي او قوله يقول فيه التفات على راي سكاكي بمطلق حالي يعني تشبلي تش كار مثلا بو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الى نزل جريتش وعلى الراي الجمهوري ولا سر الجمهوري شر اما ان قدر متعلق الباء في البسمله نحو ابتدئوا باشا اجل مقدر كريه متعلق بك لا بسم الله دب ما ندي ابتدي اويا كعوب جيم حالي بي جاء ام جارني لي رشتاك فقيرك علي علي باش لا فقيره حالي بي علي اللي ردا مصنف خوي حذف المفتقر فيه او اشتكت يا فقيره مفتقر فيه كي حذف كردوه نيوت ولا شيا فقير ابو شي وايكرو لافاده التعميمي بو اويك التعميم بقايا يعني إلا برابري عزمتني خويا يقولون لي خويا من هيش منية لهمش تيكا فقير يقول الفقير إلى رب العباد القدير الي او كا سيكا يازمان ذا لهمش تيكا ببر وردقاري بندقان او بر وردقاري كتواناي هيا بس لهمش تيكا إي جيتشي إي لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب ألي لكات يقدا كمتنكان يعني هيش كم لمتنكان علم آداب باشا دوي توزيحات زورة دينا سلمانة. لما لمتنكان اللي يعني لو متناني كقواعد علم آداب يعني تياتيا نسراوة باشا لو متنانة مشتمل نبون بسر تفصيلي أمثيلي بحثا يعني بسر شيكاري مثالكاني بحث لا بحث يعني مناظرة باشا باشا بحث بوشي لجميع الأباب بوها بابا كان كان ما لم تشتمل يعني أشياء شامل بواية بو أشياء شامل بواية أم إذ بهذا التفصيلي رولو أشياء شامل بواية أكا حالي ولا كن لدو أي شامل إذ بهذا التفصيلي تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلابي شن كهربو تفصيليا كنقشة بستة صورة كان شكلا كاني شونيتي مناظرة لا كي لا باشا كمناظرة بحث يعني حربي في صفحة لا لا ورقي از لا لا فركاني زهنا شنو هو صفيحة صفيحيا ورقي ورق ورقي دي ديوخو ابي جبتوغل ورقي كاغز لا ورقي زهنا كانا الا لا فري زهنا كاني طلابا بو لبر, أو لبر او عدم اجتمالا كاشياء بويا وبلام اجتمالا كنبو لبر نبوني اجتمالي كاجتمالا او نقرنبو بو بو اجتمالا يعني بو مشتمل عليه كا اخر اجتمالا سي تفصيل تفصيلك مشتمل عليه بي؟ لبر نبوني نبوني اجتمالي كمشتمل مشتمل عليه كي باشا بجوارك وابوكه كا صورتكاني كاني تشون يتي مناظره لا لا فرزه كاني طلاب نقشى ابس لبرّ نبوني او اشتماله من جعلت هذه الرساله جرام ام رساله يا ام نامي الكي خوما كالمشتمله على هذا كمشتمله بسر او تفصيل امثله بحثها حبي بشي هديه شافيه کردم بدياري کي شفابخش چاراساز کچاري کي به بچي لي صدور الاخواني برايان او للالباب بودلاكاني بريان او بريانيك او للالباب يعني خاوني لبن خاوني اقمل حال برا اما عيني برين اومتنكيه تعبي كيميني امام لبرء ودانهه التي داناني ام كتابه عدم اجتمال متونكان بو متون علم آداب كمشتمل نبون بسر بسر أمثل تفصيلي أمثيلي بحثا حاربي بويا من أم كتاب من نوسي لبروا كواتا أشياء أم لجميع أبوابا باشا أبيك بالي متني أم أشياء مشتمل بي بسر تفصيلي أمثيلي بحثا لبروا دامناه آه. جاء أمره لنجد داوي كادو بارا